يا هلا ويا ميت، مرحبا. تعالوا نحضر مهلبية شوكولاتة كتير سهلة وكتير طيبة، مكوناتها بسيطة ومحدودة. تعالوا نبدأ. عندي هون كسرولة رح أضيف فيها كوبين من الحليب بدرجة حرارة الغرفة. كل كوب حليب بيحتاج معلقة كبيرة مليانة من النشا. أنا هون استخدمت معلقتين كبار مليانين. رح نحلي بالسكر، بنقدر نحلي بالعسل أو ببديل السكر ستيفيا مثلاً، أي نوع أنتو بتحبوه. رح أضيف هون معلقة كبيرة باعتبار كل كوب رح يحتاج معلقة صغيرة من السكر. رح أقلب كل المكونات هاي على البارد لحد ما أتأكد إنه النشا اختفى تماماً مع الحليب. هلأ رح أرفعها على النار. حطيت الكسرولة على النار مع التحريك المستمر. المكون اللي رح أضيفه اليوم هو مول كاكاو. رح أستخدم الشوكولاتة، رح تعطيني نكهة أطيب، وما بنحتاج كتير، نص كوب من الشوكولاتة من أي نوع متوفر ممكن نستخدمه. قطعتها لمكعبات وضفتها للحليب والمكونات التانية مع التحريك المستمر لحد ما يبدأ معي الحليب يسخن والشوكولاتة تبدأ تدوب معه. في حال ما توفرت عنا الشوكولاتة شو البديل؟ رح نضيف معلقة كبيرة من الكاكاو ورح نضيف معاها معلقة كبيرة من الزبدة، وبدل الزبدة كمان لو ما توفرت عنا ممكن نضيف معلقتين كبار من القشطة أو الجيمر. كل هاي المكونات رح تعطيني نتيجة كتير منيحة. بدأت الشوكولاتة معي تدوب زي ما شايفين، مع التحريك المستمر رح تتجانس تماما مع الحليب. يفضل نستخدم طنجرة غير لاصقة حتى ما يلزق الحليب أو ينحرق بقاع الطنجرة. في حال كانت طنجرتنا ألمنيوم أو ستانلس ستيل بنصحكم تغسلوها بمي باردة جدا، أو تمرروا عليها مكعب ثلج على قاعدة الطنجرة وجوانبها، وبدون ما ننشفها نبدأ مباشرة نخلط فيها المكونات. بدأت تشتد معاي زي ما شايفين، لازم أخذ جوانب ووسط الطنجرة بهالشكل، يعني بحرك مرة من برا ومرة من جوا لحد ما تغلي معاي. ما بدي أغليها كتير عشان ما يخرب القوام. مجرد ما شفت الفقاقيع الكبيرة رح أرفعها مباشرة عن النار. هلأ رح أصب المهلبية مباشرة بالأكواب وهي ساخنة. أول ما نرفعها من النار منصبها. الكمية اللي عملتها اليوم أو الكوب المعياري اللي استخدمته اليوم سعته 250 مللتر، لهيك رح تعمل عنا 4 أكواب صغيرة أو كوبين كبار. الشوكولاتة اللي استخدمتها اليوم بوصفتي بتحتوي على قطع من البندق، بنقدر نستخدم كمان الشوكولاتة السادة أو الشوكولاتة الدارك، وبنقدر كمان نستخدم أي نوع من الشوكولاتة المتوفرة عنا سواء كانت خاصة للحلويات أو حتى شوكولاتة عادية إحنا بنحبها. كل ما كانت طعمة الشوكولاتة اللي استخدمناها أطيب كل ما عطتنا نتيجة أفضل طبعا. بساوي سطح الأكواب بهالشكل، وهلأ بعد ما تبرد تماما بدرجة حرارة الغرفة فورا على الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم. بعد ما بردتهم بالثلاجة صار وقت التقديم. نقدر نزينها بالشوكولاتة المبروشة، برشة كاكاو، أو حتى بكريمة مخفوقة زي ما أنا رح أعمل. رح أرش فوق كل قطعة رشة خفيفة من الفستق الحلبي، واستخدمت هاي كرات الشوكولاتة الصغيرة رح أحط على وجه كل كاسة. وهلأ تعالوا ندوقها سوا. رح تلاحظوا إنه قوام المهلبية كريمي جداً، غني ولذيذ وبنفس الوقت كثيف. بتمنى انها تنال اعجابكم وان شاء الله بألف صحة.